دكتور خليل، يعني بالفعل التساؤل الحتمي، هل تخسر الولايات المتحدة أو تغامر بموقعها كقوة إقليمية لصالح تل أبيب؟ صباح الخير. يعني لاحظي أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي علاقة معقدة ومتشابكة وعلى عدة مستويات، وهناك قرارا أمريكيا منذ سنوات طويلة، هذا القرار هو الحفاظ على التفوق الإسرائيلي وحماية إسرائيل وإمداد إسرائيل بكل الأدوات التي تمكنها من أن تكون قوة إقليمية متفوقة في المنطقة. منذ 7 أكتوبر والحضور الأمريكي في المنطقة واضح في إطار مزيد من الدعم لإسرائيل، سواء كان على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، وحتى على مستوى الرواية في إسرائيل. ولكن يبدو أن الولايات المتحدة التي حضرت بقوة إلى المنطقة لم تعد قادرة الآن على فرض الرؤية التي تحملها على شخصيا على نتنياهو أو حتى على مجمل الحكومة الإسرائيلية، هذه الحكومة التي وصفت من قبل الأمريكيين في السابق بأنها الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. والفجوة ما بين الطرفين لم تكن وليدة 7 أكتوبر وما جرى بعد ذلك، هي كانت قائمة ما قبل ذلك عندما كان هناك خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل والتداعيات الكبيرة التي جرت في ذلك على الداخل الإسرائيلي ومحاولات الولايات المتحدة اللعب بالداخل في إسرائيل ووقف هذه الخطة لاعتبارات عديدة. هذا أنشأ حالة من الفجوة وأنشأ حالة من التباعد ما بين الطرفين. أيضا هناك وعود عديدة قطعت من قبل رئيس الحكومة في إسرائيل للولايات المتحدة ولكن لم ينفذ منها أي شيء. يبدو أن المشهد الآن وفي ظل الرؤية التي يحملها نتنياهو ومحاولته الدفع بشكل قوي باتجاه الأدوات العسكرية ومحاولة فرض الرؤية الإسرائيلية الأمنية والعسكرية، يبدو أنه يجر الولايات المتحدة إلى رؤيته، وهو يستشعر أن الولايات المتحدة ضعيفة غير قادرة على اتخاذ قرار يضغط على إسرائيل، وبالتالي هو يتصرف وفق هذا المنطق. ولاحظي أن نتنياهو تحديدا الشخصية الأقدر في إسرائيل على قراءة الداخل الأمريكي وقراءة تفاصيل ما يجري في الولايات المتحدة، وبالتالي هو يستطيع اتخاذ القرار استنادا إلى قراءته المعمقة للداخل الأمريكي. الولايات المتحدة تضررت كثيرا وصورتها تضررت كثيرا في المنطقة، هي تلعب دور الوسيط وتلعب دور الشريك، وللأسف في حالة الوساطة هي لا تستطيع ولا تعد ولم تمتلك الأدوات التي تضغط على إسرائيل، أو لربما هي لا تريد الضغط على إسرائيل لإحداث وقف لإطلاق النار. حتى بشعار ترامب، يعني حينما يتحدث أنه قادم لكي يرجع هيبة الولايات المتحدة والولايات المتحدة العظمى من جديد، ربما من هذا المنطلق بمزيد من الدعم لإسرائيل ومزيد من إنجاز التعبير البلطجة الأمريكية في المنطقة. يعني بالتأكيد القضية ليست من يحكم في الولايات المتحدة نتيجة الدعم أو قد يؤثر ذلك على الدعم الأمريكي لإسرائيل، هناك مؤسسات في الولايات المتحدة وهناك مؤسسات في إسرائيل، الدولة العميقة في كلا الجانبين هي التي تعظم هذه الشراكة، وبالتالي تغير القيادة في الولايات المتحدة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين مؤثر ولكن ليس كثيرا، خاصة أن كما قلت لك أن حجم الشراكة والتعاون والانكشاف الأمريكي الإسرائيلي عالي جدا والتنسيق أيضا في كافة المستويات، كل ذلك يؤشر إلى أن هذه الشراكة مستمرة وإلى أن الحضور الأمريكي في المنطقة قائم ولكن ليس بالصورة التي تريدها الولايات المتحدة. هي انسحبت في السنوات السابقة من المنطقة وحاولت الذهاب باتجاهات أخرى، ولكن الإسرائيليين والتوجهات الإسرائيلية الجديدة والصعود المستمر لليمين ورؤيته التي يحملها للمنطقة تتعارض بشكل كبير مع الرؤية الأمريكية التي تقول أن هناك خيار الدولتين وأن هناك خيارات للتسوية في المنطقة. الولايات إسرائيل عفوا بفعلها الحقيقي على الأرض هي تكسر هذه القاعدة، ترفض خيار الدولتين وتذهب باتجاهات متصاعدة لاستمرار وتعميق احتلالها للأرض الفلسطينية. وليس فقط ذلك، هناك إمكانية وفرصة لأن تكون هناك مواجهة مفتوحة في الإقليم، وبالتالي هذا يجعل من الولايات المتحدة تحضر أكثر ويجعل من الولايات المتحدة تحاول أن تمارس مزيد من الضغوط لمنع الانهيار الإقليمي ومنع الحرب الإقليمية. ولكن لغاية الآن كما قلت يبدو أن الولايات المتحدة أصابها العجز في قدرتها على التأثير على الحكومة في إسرائيل، هذه الحكومة التي
تحاول قدر الإمكان الحصول على كل الامتيازات والمساعدات من الأمريكيين دون أن تلتزم بالوعود التي قطعتها للأمريكيين فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وفيما يتعلق حتى بإمكانية منع الذهاب نحو حرب شاملة في الإقليم. الحرب الشاملة، يعني رغم التحذيرات من اندلاع هذه الحرب، لأن كل المؤشرات تشير إليها وبشكل حتى يخرج خارج التوقعات، يعني بهذا التنسيق العالي الكثافة والتركيز ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، هناك تنسيق روسي إيراني بات واضحا ومعلنا، وبإمداد إيران بمجموعة من أجهزة الدفاع الجوي الجديدة. هل يعني نظر الحرب الإقليمية بالفعل بات وشيكا؟ يعني هذا واضح، هناك حالة اصطفاف في الإقليم وهناك حالة اصطفاف في العالم، وبالتالي الحرب الشاملة والحرب المفتوحة نقترب كثيرا من هذه الشرارة التي ستؤدي إلى هذه الحرب. هذا الاصطفاف يأتي في سياق ما أقدمت عليه إسرائيل من اغتيالات في بيروت وفي طهران، وبالتالي هي نقلت المواجهة ونقلت الحرب بشكل فعلي وبشكل حقيقي باتجاهات الإقليم وباتجاهات إيران وباتجاهات الشمال في لبنان. الحلفاء لكلا الطرفين بدأوا في حالة اصطفاف وبدأوا في حالة فعل حقيقي لربما يؤدي إلى اندلاع مواجهة مفتوحة. الجهود الدبلوماسية لغاية الآن لم تسفر عن وقف أو لم تسفر عن نتيجة حقيقية تؤدي إلى تهدئة ما يجري في الإقليم. الكل بانتظار الرد الإيراني على ما جرى في طهران، وهذا الرد أنا بتقديري الآن يحاول رسم خط أحمر لإسرائيل في المستقبل القريب حول إمكانيات الفعل العسكري والاستخباري في المنطقة، وحتى حول إمكانيات الطموح السياسي الإسرائيلي في الإقليم. أيضا من جانب آخر يمكن القول أن هناك محاولة لإحداث رد متوازن، هذا الرد لن يؤدي أو لن يقود إلى مواجهة مفتوحة، لأن إيران تدرك أنها لن تواجه فقط الإسرائيليين في هذه الحرب، وإنما ستواجه الولايات المتحدة وستواجه الدول الغربية أخرى، وبالتالي هي تسعى وتعظم من تحالفاتها القائمة بالأساس مع الروس ومع الصينيين ومع العديد من الحلفاء في الإقليم، في محاولة للدخول بثقل أكبر لرسم كما قلت خط أحمر لإسرائيل لمنع تكرار ما جرى في طهران. يعني ما يحدث خلال حتى العقود الماضية هي مجموعة من الحروب بالوكالة. هل الأطراف الولايات المتحدة وإيران، هل الطرفان معنيان بخوض مواجهة مباشرة؟ يعني بتقديري أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست معنية بالمواجهة المباشرة مع طهران، وهناك محاولات عديدة جرت من قبل الأمريكيين والإيرانيين للتوصل إلى صفقة يتم من خلالها العمل على البرنامج النووي الإيراني واستمرار هذا البرنامج ضمن توقيتات زمنية محددة وبنسب محددة. ولكن لاحظ أن الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق في عهد ترامب وإمكانية عودة ترامب مرة أخرى إلى السلطة في الولايات المتحدة، هذه الشخصية التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها السياسي يمكن أن يقود المنطقة إلى المواجهة ويمكن أن يزيد من فرص المواجهة في المنطقة، وبالتالي يحاول الإيرانيين الآن وفي ظل الإدارة الحالية الأمريكية أن يكون هناك الحفاظ على المقدرات الإيرانية والحفاظ على البرنامج النووي الإيراني الذي تسارع كثيرا في محاولة للوصول إلى ودخول عضوية النادي النووي بشكل رسمي، وبالتالي الجهود التي تبذل في هذا السياق لربما تؤدي إلى وقف التصعيد، ولكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك ردا إيرانيا يحفظ ماء الوجه لطهران على ما جرى في العاصمة والإحراج الكبير الذي تعرضت له طهران نتيجة العملية الإسرائيلية في قلب العاصمة. وبالتالي يحاول الوسطاء، تحاول الولايات المتحدة من جانبها أن تضبط الرد الإيراني وأن يكون ردا لا يؤدي إلى مواجهة مفتوحة، ولكن هذا ليس بإمكانية النجاح الكبير والكامل، خاصة أن مثل هذا الرد لربما يحتاج إلى رد على الرد، وبالتالي تبدأ المواجهة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها في المستقبل. يمكن معرفة الحرب أنها ستكون قادمة، ولكن لا يمكن التنبؤ بنهاية تلك الحرب أو المخرج من تلك الحرب. هذا ما جرى في قطاع غزة الآن،
وهذا ممكن أن يتكرر في الإقليم بشكل أو بصورة أخرى. هذه هي سمة الحروب عموما، يعني يعرف بدايتها ولا يمكن التكهن بنهايتها أو يضع طرف البداية ولا يستطيع أن يضع النهاية. طيب، يعني المطالبات الغربية ومجموعة السبع وبلينكين وعدد من المسؤولين الأمريكيين لإيران بضرورة ضبط النفس، ويتحدثون دائما عن كسر دائرة العنف ووقف إطلاق النار، لماذا يلقون بالمسؤولية على إيران في هذا الشأن؟ يعني أصل التفجر في المنطقة وأصل التصعيد في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وكل ما ينشأ عن ذلك هو فرع وليس أصل. الأصل هو أن استمرار إسرائيل في الاحتلال واستمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة هو يجعل الإقليم كله على صفيح ساخن وملتهب، ويمكن أن يتفجر هذا الإقليم في كل لحظة وفي كل توقيت. وبالتالي الأصل أن يجري الضغط على إسرائيل أكثر وأكثر، فهي التي تحتل وهي التي تقتل وهي التي تجوع قطاع غزة، وبالتالي هي التي قامت أيضا باغتيال إسماعيل هنية في الدوحة في طهران، وهي التي قامت في طهران، وهي التي قامت باغتيال شخصية أمنية عسكرية في الضاحية الجنوبية في بيروت. الفعل الإسرائيلي ومحاولة إسرائيل ترميم الردع على حساب الإقليم وعلى حساب من تصفهم أعداء في الإقليم، هذا سيقود إلى رد من هؤلاء الأعداء كما تصفهم نعم. إسرائيل. وبالتالي الضغوط الدولية التي تمارس طيب. في هذا السياق يجب أن تمارس على الإسرائيليين. صحيح.